السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. شباب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يحتج في نواكشوط ضد التعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء شعبي حولها. ممرضون يحتجون بنواكشوط ويدعون إلى الإفراج الفوري عن زميلهم المحكوم عليه بالسجن لسنتين وغرامة مالية. تأهل الشاعر شيخنا عمر للحلقة النهائية من مسابقة أمير الشعراء وأعضاء باتحاد الأدباء مستاءون من نتيجته. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم شباب المنتدى الوطني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة وقفة احتجاجية عند ملتقى مدريد في إطار الحملة التي ينظمها المنتدى في سبيل الوقوف في وجه تعديل الدستور. ودعا الشباب المتظاهر كافة القوى الحية في موريتانيا إلى رفض التعديلات الدستورية التي يعتزم النظام الموريتاني تمريرها من خلال استفتاء شعبي. انها واقفه تجي سلسله وقفات نظمها المنتدى الوطني للديمقراطيه والوحده متزامنه في العيون النعمه في النعمه العيون كيف كيهيجي نواكشوط نواذيبو. والرسائل رسالتين، الرساله الاولى والاهم رساله ليمشوا هذا الشعب الموريتاني هي انه يحل العين ويطرح بلد راسه ويعرف عما راكبوا نظام بشي مازالت كاع الانظمه كي ساعه تركب بشي واش قال مات له، وانه ما يقبل يمشي في زوبعه من الاستهتار يمارسها عليه النظام الحاكم واللي بدات بانقلابات عسكريه ومنينوفات الانقلابات العسكريه. والله مل النظام من الانقلابات العسكريه، والله ما تلات صح عاد بما انه مدمن انقلابات له يواصل المشوار بالانقلابات الدستوريه، ولكن يتمثل في ذهابه للاستفتاء. نختار نقول للشعب الموريتاني ان الاستفتاء انه انقلاب دستوري وأنه يرفضه ولا يمشي فيه. طالب عشرات الممرضين العاملين بمستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات بإنصاف زميلهم الممرض محمد توريا ورفع ما وصفوه ظلم عنه. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح زميلهم فورا والذي تم الحكم عليه قبل أسبوعين بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 900,000 أوقية. واعتبر الممرضون أن هذا الحكم ظالم في حق زميلهم الذي يعتبرونه بريئا. هذه وقفات تضامنية مع الزميل المظلوم محمد توري. نحن هذه الوقفات يومية وعلى جميع مستوى التراب الوطني، هذه وقفات تضامن مع زميلنا المظلوم محمد توري. هنا نقف صفا واحدا من أطباء وممرضين وقابلات وعمال دعم. طلبنا مطالبنا موحدة هي إطلاق السراح الفوري للزميل توري الذي تم الحكم عليه قبل 14 يوما بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 900,000. ونعتبر هذا الحكم نوع من الظلم لهذه الطبقة من الممرضين، الطبقة الأكثر تهميش، فبدلا من التشجيع والتكريم يزج بنا في السجن. اليوم نقول بكل صوت لا لظلم الممرض توري، لا لظلم الممرض توري. أعلن عدد من الشباب الموريتاني من منظمي المسيرة التي خرجت مساء الأحد في نواكشوط أنهم يدافعون عن موريتانيا موحدة ومشتركة تمثل مختلف مكونات المجتمع. وقال الشباب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إنهم يطالبون بإصلاح أوضاع التعليم والصحة وتوفير التشغيل للشباب الموريتاني. نحن شباب موريتاني طرحنا ذا الطرح اللي هواها للدفاع عن موريتانيا وتنظيم مسيرة شبابية وطنية مشتركة تمثل اللون الوطني الحقيقي والثوب الوطني الحقيقي وفي وحدة وطنية حقيقية. لياك ندافع عن موريتاني، لياك نطرحوا الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها موريتاني، ولياك نطالبوا بإصلاح وضعية التعليم ونطالبوا بإصلاح وضعية الصحة ونطالبوا بتوفير الأمن
في موريتاني، ونطالبوا بالتشغيل للشباب، ونطالبوا بجميع إصلاحات اللي ندعو لها، اللي هي الديمقراطية ودولة القانون ودولة المساواة ودولة الدولة المدنية الحديثة. اللي طرحنا العريضة المطلبية وطرحنا المطالب الوطنية اللي تهم كل واحد منكم في بيته وفي داره وفي وله، أولاد موريتاني كاملين، هذا هو اهتمامهم. اللي طرحنا الاهتمام، تعرض لنا النظام الموريتاني، وتعرضت لنا شرطة محمد عبد العزيز، وقمعتنا قمع وحشي. ودعا الشباب المنظمون للمؤتمر الصحفي للإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين، مؤكدين استمرار ما وصفوها وحدة الشباب الموريتاني ومواصلة التظاهر السلمي والانسجام مع القانون الموريتاني. اليوم رسائلنا يتمثلوا في إطار استمرارية وحدة الشباب الوطني. وحدة الشباب الموريتاني، جميع مكونات الشباب الموريتاني متوحدة ومطالبة بإطلاق سراح الفوري للمعتقلين اللي في السجن اليوم. 10 معتقلين تمت إحالتهم، وتعهد لفيف من المحامين كما قال الأخ من السابق للدفاع عنهم، نحن نطالبوا بإطلاق سراحهم الفوري، ولا نتظاهروا ولا سلميا، ولا ننسجموا مع القانون الموريتاني. يقر طالبين الحكومة تنسجم مع القانون الموريتاني. القانون الموريتاني شو يقول؟ يقول عن المواطن الموريتاني والشباب الموريتاني عنه عنده الحق يتظاهر سلميا. دور المجتمع الموريتاني والرأي العام الموريتاني والدولي يحكم بيناتنا، كاننا نحن هم اللي معدلين شي خاسر، والله هم انقمعنا ولا زرقنا حجرة ولا شعلنا كراع ولا أننا تابعين لي طرف يسوى هو شن هو هو، والمنظمات كاملة اللي هون منظمات من المجتمع المدني. ناقش منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر خلال ندوة نظموها في نواكشوط بالتعاون مع وزارة الصحة تحديات وفرص التغطية الصحية الشاملة في موريتانيا. ويسعى المنتدى حسب القائمين عليه للمساهمة في ربط الجاليات في الخارج بالوطن، وتسليط الضوء على إنجازات الموريتانيين بالخارج، والمساهمة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. يسعدني أن أشتبه معكم اليوم باسم معالي وزير الصحة على انطلاقة أعمال هيئتكم الموقرة التي تسعى لصهر جهود مواطنينا في المهجر لخدمة التنمية. وبهذه المناسبة أبلغكم أن وزارة الصحة طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، التي تسهر حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين على تنفيذها على أرض الواقع، فإن الوزارة تعمل جاهدة لتشمل التغطية الصحية كافة مواطنينا، وهكذا فإن نشاطكم هذا يندرج في هذا الإطار. وأنتهز الفرصة يقدم تشكراتي لكم على مهمتكم النبيلة، ومن خلالكم على كل أقدم تشكراتي إلى كل مواطنينا في المهجر. تأهل الشاعر الموريتاني شيخنا عمر للحلقة النهائية من مسابقة أمير الشعراء في نسختها السابعة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وسيتبرع عمر في الحلقة النهائية من المسابقة التي ستقام في 25 من الشهر الجاري مع 5 شعراء لنيل لقب أمير الشعراء. هذا وقد استاء أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين من النتيجة الممنوحة للشاعر شيخنا عمر، معتبرين أنها استهداف لشعراء موريتانيا ووقوف أمام حصولهم على لقب الإمارة. هذه المسألة، هذا الثأر وهذه النزعة الثأرية بدأت مع الحلقة الماضية التي كان فيها الشاعر أيضا نفس الناقد الذي نحترمه كثيرا لاحظ ملاحظة، فرد عليه الشاعر ببديهة ذات اليمين وذات الشمال ظرفيتها فأفحمه، وبالتالي عاد إليه ليهاجمه ويسكته أيضا، وهذا ليس من حقه على كل حال. ونحن نرى أن هذا تمهيد للحكم الذي حكم به عليه، وهو لإسقاط. المسألة الأخرى من ناحية نقدية، الشاعر حقيقة وحكما الشاعر المصري كان في المقدمة، ولكن شاعرنا كان في الرتبة الثانية. نحن كان مجموعة من الأساتذة، مجموعة من النقاد، مجموعة من الكتاب الفائزين بجوائز دولية، الفائزين وغيره، والمحدثين ودارسي النقد الأدبي القديم أعطوه الدرجة الثانية. والآن إلى نافذتنا اليومية عين على الداخل.
أسست ثانوية مقاطعة أبيتي ليميت قبل عقود، ويصل عدد طاقمها التربوي والتأطيري اليوم 55 أستاذا، وتضم الثانوية مختلف الشعب العلمية والرياضية والأدبية. فريق من قناة المرابطون زار الثانوية وأعد هذا التقرير. المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية بأبي تلميذ انشئت عام 65900 كمعهد إسلامي، تحولت إلى إعدادية سنة 75900، ثم تحولت إلى ثانوية في العام 78900، وظلت كذلك إلى سنة 2015. وفيما يتعلق بالجانب التعليمي، فإن المؤسسة تتكون من إعدادية وثانوية وتضم مختلف الشعب العلمية والرياضية والأدبية. 55 أستاذا هم عدد الطاقم التأطيري بثانوية أبي تلميذ، من ضمنهم 3 عقدويين إلى جانب طاقم إداري يتألف من مدير الثانوية ومراقبين عامين، بالإضافة إلى جناحين للتدريس. التلاميذ عبروا عن ما قالوا إنها جملة من المشاكل والمعاناة التي تواجههم، تتعلق أساسا بنقص الطاقم التدريسي بالمؤسسة والغياب المتكرر، مطالبين وزارة التهذيب الوطني بالاستجابة لمطالبهم، خصوصا مع بدء العد التنازلي لنهاية سنة دراسية. نحن هذا هنا شاب في المؤسسة عن ياسر، خاصة في الأساتذة عندنا نقص تين في الأساتذة، خاصة نحن عدرو باك أستاذ تاريخ ما هو خالق، أستاذ فرنسي عنده واحد هنا كان مرة يجي ومرة ما يجي، وكيف ذلك الإنجليزية مواد أساسية في الباك ولانا جابرينهم، طالبين من المسؤولين عن هذا عنهم أعرفوا لنا الشيء. الإنجليزية ما عرفنا كما نقراوها به اللي هي من السنة الماضية ما وقراتنا، حقيقة هذا نقص ذقير كان عندنا في الإنجليزية، وهم اللي هنا تيها الأساتذة فيهم شيء يقول لنا عنه ما هو طالع، وعود يعود عنده طالع يطلع ويقول عنه ما هو طالع، هذا حقيقة ضر نحن جابرين منه الأساتذة. مشاكل كثيرة يشكو منها التلاميذ حملناها للإدارة، واكتفت الأخيرة بالقول إن هناك ملاحظات بسيطة ونواقص طفيفة. يعود فم بعض النقص ناحية الحراسة، مثلا عيت نود عندي تخوف على بعض مثلا في الليل ولا شيء، لأن الحارس ما هو حتى مثلا منضبط، يعود والله ضعيف أداؤه. وتقول إدارة المؤسسة إن هناك مشاكل تتعلق بالحراسة وغياب مدرس المعلوماتية وغيرها من الملاحظات والمشاكل البسيطة بحسب تعبير الإدارة. ويؤكد التلاميذ هنا في مؤسسة ثانوية بتلميت على ضرورة توفير الأساتذة والتغلب على النقص الملاحظ هنا. من ثانوية بتلميت، أحمد البابية، قناة المرابطون. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. شباب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يحتج في نواكشوط ضد التعديلات الدستورية المرتقبة بإجراء استفتاء شعبي حولها. ممرضون يحتجون بنواكشوط ويدعون إلى الإفراج الفوري عن زميلهم المحكوم عليه بسجن سنتين وغرامة مالية. تأهل الشاعر شيخنا عمر للحلقة النهائية من مسابقة أمير الشعراء، وأعضاء باتحاد الأدباء مستاءون من النتيجة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، التعديلات الدستورية والاستحقاقات الرئاسية. 9:00 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.